افتتحت المؤسسة العامة للتبغ مركزي استلام المحصول من المزارعين في الفريكة وعين الكروم في منطقة الغاب بريف حماة الغربية، وبدأت عمليات استلام المحصول في المركزين لصنفي البرلي والفيرجينيا بمعدل توريد قدره 250 طرد يومياً، حيث قدمت المؤسسة العامة للتبغ هذا العام دعماً للمنتجين شمل الأسمدة والمبيدات وغير ذلك. قدرت مديريات الزراعة بحماة إنتاج 28,806 أطنان من محصول البطاطا الخريفية في الأراضي الواقعة تحت إشراف عاملها خلال الموسم الحالي. هذا وبلغت المساحة المزروعة بالبطاطا الخريفية هذا الموسم 1700 هكتار، تركزت معظمها في مناطق محردة والحمرة وخطاب والزوار وغيرها وعلى أطراف مركز المدينة. ازداد الطلب على المصوغات الذهبية بشكل يومي، وذلك بعد توقف لمدة لا تقل عن 3 أشهر، الأمر الذي أعاد التوازن إلى حركة الطلب ضمن الورشات، وذلك بحسب تصريح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق لصحف محلية. طرحت وزارة الطاقة الأمريكية مناقصات شراء نفط لإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية من الذهب الأسود التي استعملتها إدارة الرئيس جو بايدن بكثافة لأكثر من عام بهدف خفض أسعار البنزين، ودعت الحكومة الشركات لبيع النفط للدولة بسعر أقل من 96 دولارا للبرميل، وهو متوسط السعر الذي اشترته به، ما يمثل صفقة جيدة لدفع الضرائب. أعلنت أذربيجان أنها ستزود الاتحاد الأوروبي بالكهرباء من خلال كابل بحري جديد وفقاً لاتفاق تم توقيعه في رومانيا يهدف إلى تنويع موارد التكتل، وينص الاتفاق على افتتاح موقع البناء في شهر أيلول سبتمبر 2023 للتشغيل في أقرب وقت ممكن في العام 2029.